يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله. لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا وفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وإزهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحال الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء. وأعجبا لها جاء
جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير. وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزاحموا عليها. وأين الكلام يعني وهيهات، أين السهى من شمس الضحى، وأين الثرى من كواكب الجوزاء، وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم، وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحكم إليها في محل النزاع، وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر، وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات، إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم بمشكاتها من كنوز الزخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. وها هنا وها نحن مع القرآن وسورة الفرقان وقول الله عز وجل: ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. إخواني الكرام، هل من معتبر؟ وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وما زلنا إخواني الكرام مع الإمام القرطبي والجامع لأحكام القرآن والآية 38 وقوله تعالى فيها إخواني: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. عبرة واعتبار يا إخواني الكرام، مش عمين تقولوا حضارة 7000 سنة والأهرام وخفرع ومنقرع وخوف والكلام ده كله، ألا من معتبر؟ وما الآيات دي ليه؟ المشهودة وهذا التاريخ وتلك الأحداث وتلك الأيام لماذا؟ ولا عايزين نقول بل كانوا لا يرجون نشورا. هيا بنا مع تلك الآية والإمام القرطبي يقول: وعادا، يقول الله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، يعني كله يعني معطوف على إيه؟ قوم نوح. واضح؟ إذا كان قوم نوح منصوبا على العطف أو بمعنى اذكر، ويجوز يعني أن يكون كله منصوب على أنه معطوف
معطوف على ايه؟ المضمر. المضمر فين؟ في دمرناهم، او على المضمر في جعلناهم. وهو اختيار النحاسي لانه اقرب اليه، ويجوز ان يكون منصوبا باضمار فعل، اي يذكر عادا الذين كذبوا هودا، يعني عشان تعرف، يعني مضمون. ما انت عايز تبدل وتحرف في الدين وتشيل الدين من حياه الامه، اعداء الله عز وجل. طب انظر بقى الايات، شوف اللي عمل كده حصل له ايه على مدى التاريخ، والتاريخ مسجل والسياحه شغاله، ما هو عشان تبين لك التاريخ. شوف بقى، انظر في التاريخ ماذا حدث للظالمين والطغاة والمستبدين والمبدلين والمحرفين، كانت النهاية ايه؟ والنهاية امر كوني قدري، يعني ما فيش حد بيفلت منه. اسمع يا اخي الكريم، ويجوز ان يكون منصوبا بإضمار فعل، اي يذكر عادا الذين كذبوا هودا فأهلكهم الله بالريح، ها، بالريح العقيم. وثمود كذبوا صالحا فأغرقهم فأهلكوا بالرجفة، قال لهم ليه؟ وأصحاب الرس، أصحاب الرس يا إخواني العلماء تكلموا فيه. فأصحاب الرس مين؟ أصحاب الرس دول كلام كتير جدا، بس كل الكلام، أما تضع هذا الكلام بجوار بعضه البعض كده قدامك في لوحة كبيرة ليه؟ عشان تعتبر من أصحاب الرس، تشوف بدايات ونهايات قصص، من أجل الاعتبار، من أجل إصلاح الواقع وإصلاح المجتمعات، من أجل التحذير من النهايات والعواقب يا إخوان الكرام. وأصحاب الرس، والرس في كلام العرب البئر التي تكون غير مطوية، والجمع رساس. قال تنابلة يحفرون الرساس، يعني آبار المعادن. قال ابن عباس سألت كعبا عن أصحاب الرس، قال صاحب ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا سلام، سورة ياسين. قتله قومه ورسوه، دفنوه في بئر يقال لها الرس، طرحوه فيها، وكذا قال مقاتل. طب السدي قال ايه؟ السدي قال هم اصحاب قصة ياسين، اهل انطاكية، والرس بئر بانطاكية، قتلوا فيها حبيبا النجار مؤمن آل ياسين، فنسبوا إلى تلك البئر أصحاب الرس. طب هو سيدنا علي قال إيه؟ قال علي رضي الله عنهم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر، فدعا عليهم نبيهم وكان من ولد يهوذا، فيبست الشجرة، يبست الشجرة، فقتلوه ورسوه في بئر، فأظلتهم سحابة سوداء، فإيه؟ فأحرقتهم. في كم سنة بقى؟ في زمن قد إيه؟ الله أعلم. بس عشان إيه؟ نعرف النهايات والبدايات. فبين بين البداية وبين النهاية يعني إيه؟ أحداث كثيرة تحتاج إلى من يعتبر. يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء، فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعا وعطشا. واضح إخواني؟ وقال وهب ابن منبه كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواشي، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم شعيبا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكذبوه وآذوه وتمادوا على كفرهم وطغيانهم، فبينما هم حول البئر في منازلهم انهارت بهم وبديارهم، فخسف الله بهم فهلكوا جميعا. سيدنا قتادة قال ايه يا اخواني؟ سيدنا قتادة قال اصحاب الرس
وأصحاب الأيكة أمتان، أرسل الله إليهما شعيبا فكذبوه فعذبهما الله بعذابين، قال قتادة والرس قرية بفلج اليمامة السعودية يعني، وقال عكرمة هم قوم رسوا في رسوا نبيهم في بئر حي، قوم رسوا دفنوه بس صاحي يعني ما ماتش يعني في بئر حي. ودليل هذا الكلام ما روى محمد ابن كعب القرظي عمن حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبد الأسود. الله، مين بقى العبد الأسود ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى قومه فلم يؤمن به إلا الإيه؟ إلا ذلك الأسود، العبد الأسود. فحفر أهل القرية بئرا وألقوا فيها نبيهم حيا وأطبقوا عليه حجرا ضخما، وكان العبد الأسود، شوف الدعوة إلى الله، شوف الإيمان بيعمل إيه إخواني، وكان العبد الأسود يحتطب، كان العبد الأسود يحتطب كان العبد الأسود يحتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه كل يوم، فيعينه الله على رفع تلك الايه، على رفع تلك الصخره ويدليه اي طعامه وشرابه اليه. فبينما هو يحتطب اذ نام، فضرب الله على اذنه 7 سنين نائما، ثم هب من نومه فتمطى واتكى على شقه الاخر قعد 7 سنين كمان، فضرب الله على أذنه 7 سنين 14 سنة، ثم هب فاحتمل حزمة الحطب فبعاه وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يجد النبي في البئر. إيه اللي حصل بقى في 14 سنة؟ وكان قومه قد أراهم الله تعالى آية فاستخرجوا وأمنوا به وصدقوا ومات ذلك النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة. ذكر هذا الخبر المهدوي والثعلبي واللفظ للثعلبي، وقال هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس، لأن أصحاب الرس ربنا أهلكهم، لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهم. ماشي أخي الكريم، إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيه ربما. وقال الكلبي أصحاب الرس قوم أرسل الله إليهم نبيا فأكلوه، وهم أولى، هم أول من عمل نساؤهم السحقة، ذكره الموردي، وقيل هم أصحاب الأخدود وفي بعض الطبعات السحر لكن هو السحقة، وقيل هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرقوا فيها المؤمنين، وقيل هم بقايا من قوم ثمود، وأن الرس البئر المذكورة في الحج في قوله تعالى وبئر معطلة على ما تقدم، وفي الصحاح والرس اسم بئر كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر ابن محمد عن أبيه، جعفر ابن محمد عن أبيه، قال جعفر ابن محمد عن أبيه أصحاب الرس قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السحقة، وكان نساؤهم كلهم سحاقات. وروي من حديث أنس أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء وذلك السحق. ماشي إخواني، وقيل إخواني، وقيل الرس ماء ونخل لبني أسد، وقيل الثلج المتراكم في الجبال، ذكره القشيري. وما ذكرنا أولا أي من قرطبي يقول وما ذكرناه أولا هو المعروف، وهو كل حفر احتفر كالقبر والمعدن والبئر،
قال أبو عبيدة: الرس كل رقية لم تطوى، وجمعها رساس. قال الشاعر: وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساس. والرس اسم واد في قول زهير، يعني بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة، فهن لوادي الرس كاليد والفم، كاليد للفم. ورست رسا حفرت بئرا، يعني ورس الميت أي قبر. والرس الإصلاح بين الناس والإفساد أيضا. وقد رسست بينهم فهو من الأضداد. واضح. وقرونا بين ذلك كثيرة، أي أمما لا يعلمهم إلا الله، بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس. وعن ربيع بن خثيم اشتكى فقيل له: ألا تتداوى؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد أمر به. قال: لقد هممت بذلك بالتداوي، ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي، فإذا عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا كانوا أكثر وأشد حرصا على جمع المال، فكان فيهم يعني أطباء، فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت، فأبى أن يتداوى يا إخواني الكرام، فما مكث إلا 5 أيام حتى مات، يعني إيه رحمه الله تعالى. وقوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، الآية 39. قوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال، قال الزجاج: أي وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال، وبينا لهم الحجة، ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة، بيعملوا فيديوهات مركبة بقى ويجيبوا أدلة كلها كذب، كذب في كذب. واضح إخواني؟ واضح. ولم نضرب له الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة، وقيل انتصب على تقدير يعني ذكرنا كلا ونحو، لأن ضرب الأمثال يا إخواني ليست للتسلي والتسري، لا، ضرب الأمثال تذكير ووعظ، ذكره المهدوي والمعنى واحد. وكلا تبرنا تدبيرا، أي أهلكنا بالعذاب، وتبرت الشيء كسرته. وقيل وقال المؤرج والأخفش: دمرناهم تدميرا، تبدل التاء والباء من الدال والميم. قوله تعالى في الآية 40: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشور. ده أنت بتعمل أفواج سياحية، أفواج سياحية لطلب مدارس من الناس عشان يروحوا يتفرجوا على إيه؟ يتفرجوا ولا يتأملوا ولا يتدبروا ولا يتعظوا؟ أنت بتوديه أتفرج على رمسيس الأول والثاني والثالث وفرعون ومش كذا وكذا وكذا، ليه؟ ايه السبب؟ لازم يعني القصص دي عشان ايه؟ عشان نعتبر، عشان نقوم في السير، عشان المجتمعات، حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، عشان نصل الى هذه المسألة، عشان رأية لا اله الا الله تبقى هي العالية الخفاقة، رأية العبودية في القلوب وفي الواقع تبقى هي الاساس يا اخواني الكرام. يعني شوف بقى اقرأ الآية بقى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونهم رايحينهم مجين، بل كانوا لا يرجون نشورا. بيروح يزور مثلا قصر ولا بيت محمد علي ولا جمال عبد الناصر، ليه بتتفرج عليه؟ ليه؟ عشان تعتبر من نهاية وتتدبر. والتدبر معناه ايه؟ انك تبص للبدايه وتبص للنهايه وتبص للعبر بين البدايه والنهايه، مهمه جدا يا اخوان الكرام. قوله تعالى: ولقد اتوا على القريه، بيتكلم عن مشركي مكه، والقريه
قرية قوم لوط ومطر السوء الحجار التي أمطروا بها أفلم يكونوا يرونها، أي في أسفارهم ليعتبروا هم رايحين هم جايين بيمروا عليه، هم رايحين هم جايين بيمروا عليه، ما فيش مرة تعتبر ولا عايز بقى تصور وتعمل وسيلفي وملفي وتبص وتقول اه ورحت وشفت وبتاع حضارة 7000 سنة، حضارة 7000 سنة. ألا من معتبر، ألا من متدبر، ألا من متأمر، متأمل، ألا من متعظ، ما فيش ضمير. خلي بالك يا أخي الكريم، يعني مطر السوء الحجارة يمطر بها أفلم يكونوا يرونها، أي في أسفارهم ليعتبروا، أفلم يكونوا يرونها في أسفارهم ليعتبروا. قال ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط من غير فك سياح ولا حاجة، بتمر وهي رايحة وهي جاية، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وقال تعالى: وإنهما لبإمام مبين، صوت الحجر. وقوله تعالى: بل كانوا لا يرجون نشورا، دي مربط الفرس ما بيعتبروش ليه؟ لأنهم كانوا لا يرجون نشورا. طب ما فيش اعتبار ليه؟ عشان الغفلة، الغفلة، لأن التفكر طلب الأمور من مبادئها مع مقارنة بالنهاية، والتذكر وجود، التذكر بيمنع نتيجة ايه؟ نتيجة اشياء كثيرة تمنع اشتناق ثمرة الفكرة. اشتناق يا اخواني ايه؟ اشتناق ثمرة الفكرة يا اخواني، يعني واضح، لان الاشتناق ثمرة الفكرة مهم جدا يا اخواني، يعني واضح، اشتناق ثمرة الفكرة، واضح، اجتناق ثمرة ايه؟ الفكرة، يبقى بيمنع يا اخواني الكرام بنتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ نتيجة اشياء يا اخواني الكرام، يعني واضح، نتيجة ايه؟ كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله، يعني واضح، كما يقول الامام ابن القيم في منزلة الإنابة يا إخواني الكرام، واضح، كما يقول الإمام ابن القيم في منزلة الإنابة، يعني واضح، كما يقول الإمام ابن القيم، واضح إخواني، ابن القيم في منزلة الإيه إخواني؟ الفكرة، منزلة الإنابة يا إخواني، واضح. وإنما تشتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء، بثلاث أشياء كما يقول الإمام، تشتنى ثمرة إيه؟ الفكرة بثلاثة يعني أشياء، واضح. فكما يقول قصر الأمل، قصر إيه؟ قصر الأمل. إنما تشتنى ثمرة الفكرة بإيه؟ بثلاثة أشياء. إيه يا إخواني؟ بثلاث أشياء، بقصر الأمل، قصر الأمل. اتنين إيه يا إخواني؟ قصر الأمل، التأمل في القرآن، التأمل في القرآن، واضح. ثلاثة يا إخواني يعني تجنب مفسدات القلب الخمسة، اللي هي إيه؟ الشبع والمنام والخلطة والتعلق بالله والكبح التمني الذي لا ساحل له. مهم جدا يا إخواني الكرام، فهذا اللي بيمنعنا من إيه؟ من الاعتبار، من العظة، واضح. فهنا هتتفكر، طب هل التفكر ده نتيجة؟ المفروض نتيجة تكون ايه؟ التذكر، بس ما فيش تذكر. ايه اللي منع؟ ايه اللي منع؟ طول الامل، عدم التأمل في القرآن، تحقق مفسدات القلب الخمسة يمنع اجتناب ثمرة. يقول: بل كانوا لا يرجون نشورا. الأساس بقى، أي لا يصدقون بالبعث
ويجوز أن يكون معنى يرجون يخافون، ويجوز أن يكون على بابه ويكون معنى بل كانوا لا يرجون، بل كانوا لا يرجون ثواب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.